السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناتي أم ريما. ديما إن شاء الله غادي نحضر معكم طارت العيد الزواج ولا عيد الحب سان فالنتين، كتجيب جديدة بزاف سهلة وسريعة التحضير بدون كثرة القوام، بدون ما نحضروا جينواز، ما نحتاجوا لا الفران لا البيض لا الدقيق. خليكم معايا باش تشوفوا هاد الطارت كيفاش غادي نصوبوها. الطريقة سهلة وكتجبنينة بزاف من الداخل، خفيفة. خليكم معايا إلى نهاية الفيديو ونتعرفوا على المقادير والطريقة. المقادير غادي نحتاجو اولا البسكويت ديال التيراميسو اللي كنصاوبو بها التيراميسو بحال هاد الشكل هادي. عندي هنا 4 ديال الباكيات. وغادي نحتاجو الدانون بتي سويس او ديال الفريز، وتقدروا تستعملوا حتى هذا اللي في الازرق ولا 4 ديال بتي سويس بالاحمر، دانون ديال الفريز المهم. وعندي هنا علبه ديال فيلادلفيا، هنا نقدروا نعوضوها بماسكاربون و كريم فريش. عندي هنا لتر ديال كريم فريش ولكن ما غاديش نستعمله كامل. ندوزو دابا للطريقة. في اناء غادي ندير كمية ديال كريم فريش. انا هنا استعملت نص ديال يعني 500 مليلتر ديال كريم فريش. وزدت عليه ملعقتين ديال السكر ونطرب مزيان حتى يطلع هاد الكريم هذا. نستمر في الطراب حتى يطلع مزيان. دابا غادي نضيف عليه العلبه ديال فيلادلفيا او الماسكاربون، حتى هو كيجي زوين في لاكريم. ونضيف عليه دانون ديال الفريز، كيعطي واحد النكهه زوينه لاكريم. عندي هنا 4 ديال علب ديال دانون او القشده او اليوغورت عفوا. نعاود نخلط بالطراب مزيان هاد المكونات. صافي كنحصلوا على الخليط بحال هكا، لا كريم كيكون شاد راسو مزيان. وكنديروا في الثلاجه يبرد عاد كنستعملوه. كنجيبو مول وكنفرشو من التحت فاش غادي نقدموه. من الاحسن الى عندكم دوك الكرتونات ديال التقديم اللي كنشريو ديال لي طارت. المهم كنهزو هاد البسكوي هذا، كنديروه من واحد الجهه في لاكريم عاد كنوقفوه مع المول هكا باش يبقى واقف، ما كيطيحوش ما كيتحركوش، كيبقاو هكا واقفين مزيان. الا ما درتوهمش بهذه الطريقه راه ما غيوقفوا لكمش. الا ما درتوهمش في الاول في لاكريم عاد توقفوهم راه ما كيوقفوش. يعني هذه هي طريقه صحيحه ومزيانه باش يبقاو واقفين وكيبقوا في الشكل ديالهم. انا عندي هنايا المول اللي كيتحل من الجانب باش دغيا كنحيدوه. صافي من بعد ما صطفت على المول كامل، دابا كنجيب شويه ديال الحليب وكنبقى الباقيه ديال البسكوي نديرها في شويه ديال الحليب بحال هاد الطريقه كما كتشوفوا معايا، غير من جهه واحده. وكنستفوها كطبق او في التحت نفس الطريقة ديال التيراميسو، غير لها هنا درنا شوية تغيير في لاكريم وفي التقديم. غنستمر بحال هكا
والجوانب اللي بقاو ليا او الخوا اللي بقاو ليا غادي نقسم البسكو غادي نعمر به. من بعد ما كملت البسكوي كامل خرج دابا لا كريم من الثلاجه، من الاحسن الا كان بارد. غادي نغطي عليه نغطي به عفوا البسكوي كطبقه الاولى، نغطي به مزيان ما نخليش الفراغات. ونزينه دابا بالفواكه. عندي هنايا الفريز مقطع طريفات صغار، وعندي هنايا كيوي مقطع طريفات صغار، صراحه كيجيو بنان بزاف مع لاكريم وفلي طارت. غادي نزين بيه فوق لاكريم. تقدروا تستعملوا اي فاكهه عندكم ولا بلاش، ولكن انا صراحه الفريز والكيوي كيجيو لذاذ بزاف. من بعد ما زينت بالفواكه غادي نزيد طبقة تانية ديال الكريم، ودابا غادي نزيد طبقة أخيرة ديال البسكوي نفس الطريقة اللي درنا بها الطبقة الأولى. نغطسوها شوية في الحليب ونستفوها على الكريم الفوق كطبقة ثانية. غنستمر حتى نكمل هاد البسكوي، عندي نعمر الفراغات كاملين. ونغطيوه بلا كريم ثانيتان، واخيرا غادي نزينو بالفريز مقطع بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا رقائق. غنزينو بالفريز والكيوي. كطبقة اخيرة صراحة هاد الطارت او هاد التيراميسو سهل بزاف وبنين، كتجي لذيذة بزاف، غير جربوها. وفكرة زوينة لعيد الزواج كما قلت لكم في اول فيديو او في عيد الحب، سهل تحضير والواحد يبدل شوية الجو علاش لا، او نقدروا نحضروها حتى الاطفال الصغار كتجي بنينة بزاف غتعجبهم. مهم التزيين كيبقى اختياري كما بغيتو نتوما، وتقدروا تزينوا باي فاكهه عندكم ولا اللي كتبغيو. انا فضلت انني نزينها بالكيوي والفريز، وملي نسالي التزيين غادي ندخلها للثلاجه لمده ديال النهار كامل، يعني نوجدوها في الليل حتى الغد ليه عاد غادي نخرجوها من الثلاجه. من الاحسن تبات في الثلاجه ولا غادي يعني من الاحسن اللي درناها في الليل وحتى الغدا عاد نخرجوها. وهنا الفوق قاعد تقدروا تزيدوا حتى طبقه ديال البريونس ديال بغيت نقول ناباج، تقدروا تزينوها بالناباج يعطيه واحد البريونس او تخليوها بحال هكا. صافي كندخلوها دابا للثلاجه حتى الغدا. مهم نخليكم باش تشوفوا شكل نهائي. من بعد ما خرجتها دابا من الثلاجه هذا هو شكل نهائي. كنزينوها بواحد لاصو احمر كما كتشوفوا معايا، درت واحد العقده على شكل ورده وشميعات حمر، وحنا وجدنا لاتارت او تيراميسو باسهل طريقه وباسهل مكونات. ما استعملناش جينواز ولا الفران ولا، مهم طريقه سهله ومبسطه. نتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد التيراميسو، صراحه كتجي لذيذه بزاف وفكره زوينه انكم حتى الا مشيتو
كاد عند صديقات ديالكم ولو تاخدوها في يدكم، راه فكره زوينه وسهله وما كيديش الوقت. المهم الى اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم دائما جديد ديالي. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل، ملي كنقطعوها هذا هو الشكل ديالها من الداخل. صراحه كتجي خفيفه ورطبه. وشكرا على حسن المتابعه، نخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.